نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من خلال هذا التقرير في القرية التراثية في المهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزين الإبل، واليوم سنأخذ بعض الأجنحة الموجودة هنا في القرية التراثية وسنتواصل معكم من خلال هذه التغطية وهذا التقرير، تابعونا. جناح رجال الصحراء مع راوي الصحراء. مساك الله بالخير. حياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم. هل انت بخير؟ انني بخير ولله الحمد، دام انكم بخير فانا بصحة وسعادة. الحمد لله. ايش تروي لنا طال عمرك اليوم؟ اننا اليوم نروي قصصا عن الماضي، عن الاباء والاجداد، كيف كانوا وكيف عاشوا في حياة صعبة قاسية الى ان وجدنا في هذه الحقبة الزمنية. اردنا ببساطة في هذه الخيمة ان ندمج الماضي بالحاضر لنعزز من القيم العربية الاصيلة واللغة العربية ايضا، وانه لشرف لنا والله نفتخر بامجادنا العربية وايضا بتاريخنا العربي، فنحن اول من اسس العلم في الطب والتاريخ والجبر، لدينا علماء ومسلمون كثر كابن سينا وابن حيان وابن بطوط وكثير من أيضا من علمائنا المسلمين، فهذا ما نفتخر به. وهكذا أردنا أن نجمع هذه الصورة لنقدمها إلى هذا الجمهور، هذه هي كانت فكرتنا. الله يعطيك العافية. أيضا معنا طبيب الصحراء، حياكم الله. وإياك إن شاء الله، بارك الله في حضورك، أهلا وسهلا. ماذا تعالجون؟ أنا يا صاحبي الفاضل ولله الحمد والمنة طبيب الصحراء وحكيمها، وصارع الموت على حياة مريضي، وأضع بيدي لبنة العرب في جدار الإنسانية. لقد تعلمت الطب قديما في هذه الصحراء الجميلة الواسعة، فاستخرجت مخدر الجراحة من نبتة كانت تسمى الزؤان، وعالجت كذلك برماد نبات البردي الذي كان يستعمل قديما في صناعة الحصير. نعم، وكذلك عالجت بالحجامة، وعالجت كذلك من مرض الرمد الذي كان يصيب العيون بالكحل، فهو علاج وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قديما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدمها وأمر الناس من بعده أن يستخدموها. وكذلك عالجت بالكي، ولكنه آخر العلاج كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف أن آخر الدواء الكي. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك. شكرا. وكذلك دلولة الصحراء، مساك الله بالخير. أهلا ومرحبا. دلولة الصحراء تدل الضائعين. نعم الضائعين. فأنا من يعلم الشرق من الغرب والشمال من الجنوب، أستدل بالنجوم وبمشرق الشمس ومغربها. الدلولة يجب أن يكون سليم النظر، سريع البديهة، وفطن الذهن، لأن أرواح جميع من بالقافلة في عنقه. عسى أن يحفظكم الرحمن ويحفظ بلادنا. آمين. حياكم الله. الله يعطيكم العافية. شكرا. مرحبا. حياكم الله. وهنا من مضياف الصحراء الذي يستضيف الضيوف الذين يزورون المنطقة، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم في خيمة رجال الصحراء. ما هو الدور الذي تقومون به؟ أنا المضياف وهذا أخي المضياف. أهلا ومرحبا بك.
فهذه خيمتنا، خيمة مضياف الصحراء قديما، نقدم فيها نموذجا عن حياة العرب. نكرم الضيف الآتي من ديار بعيدة ونقوم بواجبه. فهذا النمط لنوصل رسالة أن العربي كريم ابن كريم منذ القدم، وهذه الرسالة نود أن نوصلها للأعجمي ولشخص لا يعرف من هم العرب، وأن الكرم متأصل في العرب. طبعا. نعم، حفظك الله. الله يعطيكم العافية. بارك الله. شكرا. وهنا معلم الصحراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بضيوف الصحراء. تعلمون من؟ نعلم الأطفال. نعلم الأطفال القراءة والكتابة يا سيدي. أنا معلم الصحراء من حفظ العلم وعلم في زمن لم أكن أملك فيه ما يساعدني. كان الحصول على المعرفة أمر شاق يحتاج الكثير من الوقت والجهد وربما المال، ولكن بأدواتي الفقيرة تلك استطعت أن أحفظ اللغة العربية من الاندثار والتشوه حتى كرمها الله تعالى بأن جعلها لغة القرآن الكريم. ألا العز يا من يحبونه جنوب وشمال، وتعرفها الأرض قبلنا وخواتها. معي أيضا عدد من الطلبة يدرسها معلم الصحراء. معك عدد من الطلبة شوفهم هنا. نعم يا سيدي، إنهم طلاب الصحراء، طلاب وطالبات متفوقون جدا. حسنا، فلنبدأ الدرس. اقرأ يا سيدي. شاصا. خف يا سيدي، ماذا تعني بالشاه؟ شين. حسنا. شين. حسنا، أحسنت، ارفع صوتك. شين. أحسنت. صا. أحسنت. طا. أحسنت، أكمل. طغ. أكمل يا سيدي. على مهلك. على مهلك. حسنا. حا. افتح يدك، ماذا تعني بالعاء؟ افتح يدك يا سيدي، افتح يدك. عين. عين، أحسنت، أكمل ما بعد العين. أحسنت، أكمل. غين. أحسنت. 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 لا. كاف. كاف. كاف يا سيدي. كاف. افتح يدك. افتح يدك. كاف يا سيدي. أحسنت. أكمل. طيب لحظة. إيش اسمك أنت؟ حزبي. حزبي. إيه. كيف ترى الدرس؟ هذا الدرس السابق اللي كانوا يدرسونه أهلنا أول. حلو. جميل. شوية. وأنت إيش اسمك؟ نيرة. نيرة. هذا الدرس حلو يعجب. إيه جميل. وانتي شو اسمك؟ غدا. شو اسمك؟ غدا. ايش هذا درس تدرسين؟ لا. ها، ايش اسمك انتي؟ خالية. شفتي المعلم، هذا المعلم اللي يدرس على محلك. حسنا. صح. نبدأ الدرس ولا؟ ما شاء الله، شو اسمك انتي؟ مها. ها؟ مها. مها، انت جاي اليوم تشوفين المهرجان؟ اعجبك المهرجان؟ تجين ان شاء الله مرة ثانية؟ ايه. ما شاء الله. وانتي؟ نورة. نورة، ما شاء الله يا نورة. جيت شفتي المهرجان؟ ايه. ايش عجبك في المهرجان؟ كل شيء. كل شيء شفتيه في المهرجان عجبك. إيه؟ وهذا المعلم هذا اللي كان يدرس الاباء والاجداد والاولين هذا، ها؟ بس انت ما شاء الله الحين تدرسون دراسه غير هذه. الله يعطيكم العافيه. شكرا، شكرا لكم. معي ايضا احد الزوار لهذه القريه التراثيه، عرفنا عن نفسك. معك محمد بن حزام القحطاني، طال عمرك. ونعم محمد. معك زود، الله يحييك. ما شاء الله اشوفك تمشى هنا في خيمه الصحراء، رجال الصحراء. نعم نعم، صراحه في تطور كثير في مهرجان الملك عبد العزيز، واتمنى انه يدوم ويثبت للابد يعني مره. وصراحه يعني قاعدين نشوف اشياء ما قد شفناها، يعني موفرين لنا غرف نوم، وموفرين لنا خيام، وما شاء الله تبارك الله جايبين من انحاء الدول كلها. ثقافات أصبح عالمي المهرجان، أصبح عالمي. ثقافات عالمية، النرويج وبلغاريا وجميع الدول، أغلب الدول الخارجية يعلمونا ثقافاتهم. أمريكا وأوروبا. نعم نعم نعم. شاهدنا لهم اليوم أجنحة موجودة. أي نعم. ولهم مقتنيات هنا يبيعون يعرضون. أي نعم. الله يجزاهم خير، والله يوفقهم على هذا الشغل الزين. والله يبيض وجهكم يا قناة الساحة على تغطيتكم الخاصة. صراحة أنا من أكبر متابعين لقناة الساحة، أنتم اللي تكونون حاضرين أول بأول، أقولها صراحة صدق بدون نفاق. يسعدنا هذا الشيء والله. الله يسلمك طال عمرك. الله يسلمك. شكرا. ومعي أيضا تاجر الصحراء. أهلا وسهلا بكم، أنرتم خيمتنا وخيمة رجال الصحراء. هذه ما شاء الله. فأنا هو تاجر الصحراء. أي نعم. ولدي أجود وأفضل أنواع البضائع. ما شاء الله. من الأقمشة كالحرير والصوف والكتان. نعم. وأجود أنواع البهار من الزنجبيل والكركم والبن والقرفة أيضا. وهذا هو الإقط. نعم. وله عدة أسماء، المضير والبقل، وأسماء عدة. نعم.
والليمون ويسمى قديما باللومي. اللومي. وهذه هي طحونة البر قديما عند العرب وتسمى بالرحاء. الرحاء. نعم. وفي الختام أسأل الله أن يرزقكم ويحفظكم. ونختم جولتنا في خيمة رجال الصحراء مع شاعر الصحراء. حياك الله. أهلا ومرحبا بكم يا قناة الساحة ولها النفس مرتاحة. مع برامج أمتعتمونا بمشاهدتها وبتغطياتكم الجميلة والصداحة. شاعر في زمن رجال الصحراء، هو شاعر كان يهابه العرب والفرسان والقبائل، هو شاعر لسانه كسيفه، إذا مدح قوما رفعهم وإذا هجاهم وضعهم. هذا هو شاعر الصحراء في زمن رجال الصحراء ومع ساحة أنتم نجومها. وماذا تقرأ لنا؟ سأعطيك قصيدة وأبيات جميلة لعنترة بن شداد فقال: هل غادر الشعراء من متردم؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويلا ناقتي، أشكو إلى سفع رواكد حلمي. يا دار عبلة، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا يا دار عبلة واسلمي. الله. اهلا ومرحبا. شكرا لك. عفيت وبركت في قناة جميلة وفعاليات ممتعة وتغطية اكثر من رائعة، فاهلا ومرحبا بكم. شكرا لك. شكرا. ولك ما قلت. رفرفي يا راية المملكة فوق الساحة، واطرخي فوق كنا وياكم أعزائي المشاهدين في هذا التقرير المطول من القرية الشعبية، وشاهدنا عددا من الأجنحة العالمية في هذا المهرجان وفي هذه القرية. إذن أصبح هذا المهرجان مهرجان عالمي بفضل الدعم الذي يلقاه هذا المهرجان من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، ومن حكومة المملكة العربية السعودية. وهذا المهرجان الكبير والذي يحمل اسم مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، يوجد فيه القرية الشعبية، يوجد فيها كل الأجنحة وكل المقتنيات والأشياء القديمة والهجن وسباقات والخيل ومزاين الإبل وكل ما هو لهذا الموروث يوجد في هذه القرية. وسنواصل معكم إن شاء الله من خلال تقارير قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.